ارحب بيكم مشاهدي عين على البرلمان، الجوله الثالثه والاخيره النهارده، متابعه اخر الاخبار الخاصه بالشان البرلماني. المجلس طبعا كان النهارده اخر جلسه في دور الانعقاد الاول. اهم الاخبار كمان هكون معايا في جميع المجالات. ابدا معاكم سريعا باخبار المتعلقه بالاجازات وعيد الاضحى المبارك. المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء اصدر قرارا بان تكون اجازه عيد الاضحى 5 ايام بتبدا اعتبارا من يوم الاحد المقبل وحتى يوم الخميس، وذلك بالنسبه للعاملين في الوزارات والمصالح الحكوميه والهيئات القوميه ووحدات الاداره المحليه. بالنسبه للعاملين بالقطاع الخاص وقطاع الاعمال العام تكون الاجازه 4 ايام بتبدا اعتبارا من الحد وتنتهي الاربع المقبل. في نفس السياق اعلن البنك المركزي عن عطله العمل بالبنوك العامله بالسوق المحليه لمده 3 ايام خلال الاسبوع المقبل بمناسبه وقفه عيد الاضحى المبارك اعتبارا من يوم الحد، على ان تعود للعمل يوم الاربعاء المقبل. زميلنا محمد رياض اجرى لقاء مع السفير الهندي هنا بالقاهره، ده على خلفيه زياره الرئيس عبد الفتاح السيسي للهند. نذهب ونتابع. السفير سانجاي باتاتشاريا سفير الهند في مصر، في البدايه اود ان ارحب بك في شبكه تلفزيون الحياه. A very good day. Your Excellency India. تمتلك مصر والهند حضارتان من اقدم الحضارات في العالم. كيف ترى العلاقات المصريه الهنديه السياسيه في الوقت الراهن؟ Absolutely true. We are both ancient. بالفعل تمتلك مصر والهند حضارتان من اعرق الحضارات، وخلال هذه الالفيه تطورت العلاقات بين البلدين وأصبحت لدينا علاقات قوية. وإنه من المثير واللافت للنظر أصبح بين زعمائنا وشعبنا علاقات متبادلة ثابتة ووطيدة. وإذا نظرنا كيف تطورت العلاقات بين البلدين فنجد أنها علاقات وطيدة منذ القدم، منذ عهد المهاتما غاندي والزعيم سعد زغلول، وعلاقة الشاعر الهندي الكبير طاغور والشاعر المصري البارز أحمد شوقي. ومنذ أن نالت الهند استقلالها كان هناك علاقات وصلات قوية ووطيدة بين أول رئيس وزراء للهند وجمال عبد الناصر، وتطورت هذه العلاقة عبر العصور وأصبح هناك الكثير من الاحترام والتقدير بين الشعبين والقيادتين. What's your evaluation about ما هو تقييمكم للزيارة الهامة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي للهند مؤخرا، وما هي الآثار الإيجابية للزيارة على العلاقات بين البلدين؟ As you know, we are at this juncture when we have just لقد كان للرئيس السيسي زيارات مهمة وبارزة للهند. قد تكون هذه هي الزيارة الثانية له، ولكنها هي أول زيارة رسمية له للهند. وكما نعرف أنه في العلاقات السياسية بين أي بلدين تعد الزيارة الرسمية هي أعلى مستوى للتواصل، ولقد كانت الزيارة ناجحة بالفعل. فالرئيس السيسي تم استضافته في القصر الرئاسي، وقد زار ضريح المهاتما غاندي، وهي أمور تتم في الزيارات الرسمية فقط. ثم التقى الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء الهندي وتم عمل قمة مناقشات، ثم التقى مع نائب الرئيس والتقى بالرئيس الهندي في المساء. ولقد تم استعراض العلاقات بين البلدين ومدى تطورها، ومن خلال هذه الزيارة تم اتخاذ عدد من القرارات المهمة. وكما هو معروف أننا حددنا 3 مبادئ أساسية بيننا، وهي التعاون السياسي والأمني والتنسيق في المجالات العلمية والاقتصادية، وأخيرا التبادل الثقافي بين الشعبين الهندي والمصري. And take it to a new level. Your Excellency, since Mr. عبد الفتاح السيسي became a president. منذ تولي الرئيس السيسي فترة رئاسته وعقب ثورة 30 يونيو، والعلاقات المصرية الهندية شهدت تنامي كبير. هل ستشهد الأيام المقبلة تنامي أكثر في العلاقات بين البلدين لتعود كما كانت في الستينات؟ Big growing like the relations in the 60th. I am confident that our relations will continue. بلا شك سوف تتطور علاقاتنا في الفترة المقبلة، فمصر لاعب رئيسي في المنطقة بأسرها، وهي تلعب دور بارز في المنطقة في القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية. والهند تثق تماما في سياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا سيما في المجالات الأمنية والتنموية. ولقد بارك له رئيس الوزراء الهندي على النجاحات التي قدمها خلال الفترة الماضية وخلال فترة رئاسته. ولقد كانت مصادفة أن رئيس الوزراء الهندي انتخب في 24 مايو وتولى الرئيس السيسي
السيسي منصبه كرئيس بعد ذلك بشهر تقريبا، وهو ما يعني أن هناك تطلعات ضخمة للشعبين المصري والهندي تجاه قيادتهما. في النهاية لا يسعني سوى أن أشكر سيادتكم على وقتكم وعلى هذا الحديث الرائع. Thank you so much. شكرا لك. شكرا للزميل محمد رياض. وافق مجلس النواب بالأغلبية على ترشيح الحكومة للواء محمد علي الشيخ لتولي منصب وزير التموين، وأنه سيتم حلف اليمين له غدا أمام رئيس الجمهورية. أشار الدكتور شريف إسماعيل رئيس الوزراء إلى أن الحكومة ستعلن غدا حركة تغيير في المحافظين، وأنه من المقرر أن يؤدي المحافظون الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي غدا. أنهى رئيس البرلمان جلسة اليوم بعد مناقشة قرض لمصر من المملكة العربية السعودية لتمويل مشروعات صحية. كما أعلن رئيس المجلس إنجازات البرلمان من خلال كتيب صغير تم توزيعه على أعضاء البرلمان والصحفيين، بيسرد عدد القوانين اللي تم مناقشتها خلال دور الانعقاد الأول. مزيد من التفاصيل بينضم لنا على التليفون الكاتب الصحفي الكبير والبرلماني أستاذ مصطفى بكري. برحب بحضرتك. أهلا أستاذ شريف، أهلا بك. أستاذ مصطفى، عايز أسأل حضرتك على النهاردة، يعني كيف كان اليوم الأخير في دور الانعقاد كملخص؟ لا بالتأكيد كان يوم حافل الحقيقة. يعني السيد رئيس المجلس عرض في بداية الجلسة اسم مرشح وزارة التموين، هذا الخطاب الذي جاء من السيد رئيس الجمهورية بناء على المادة 129 من الدستور. ثم رئيس المجلس طرح الاسم استنادا إلى المادة 147 من الدستور، فتمت الموافقة على الفور. هو شخصية ذو خلفية عسكرية، طبعا هو كان رئيسا للإمداد والتموين في مرحلة ما بعد 25 يناير، والآن رئيس جهاز الخدمات للقوات المسلحة. شخصية معروفة بنزاهتها وقدرتها على الإدارة، واستطاع بالفعل في فترة ما بعد الثورة ونتيجة مشاكل تموينية عديدة استطاع بالفعل أن يحقق نوع من الاكتفاء الذاتي خلال هذه الفترة. النواب بالإجماع وافقوا على اسم وزير التموين الجديد المرشح. بعدها تحدث طبعا رئيس البرلمان بعد التوقيع على أو بعد الاتفاق أو الموافقة على عدد من الاتفاقيات، من بينها كما تفضل اتفاقية 120 مليون دولار القرض من المملكة العربية السعودية لتطوير القصر العيني. تحدث رئيس البرلمان حديثا مطولا عن دور الانعقاد الأول وما تم إنجازه فيه، ثم أعطى الكلمة لعدد كبير من النواب من المستقلين ورؤساء الهيئات البرلمانية ورؤساء اللجان. والحقيقة كانت جلسة عند مستوى المسؤولية. اليوم تحدث فيها الجميع عن التحديات اللي بتواجه مصر وتواجه البرلمان، وأكدوا أن البرلمان سيبقى دوما يعني ممثل للشعب المصري، وأنه سيتفادى أي أخطاء يمكن أن تكون قد حدثت في دور الانعقاد الثاني. هذا هو مضمون ما حدث اليوم في الجلسة المهمة. طيب بكرة إن شاء الله هيكون في تغيير للمحافظين، هل عند حضرتك فكرة أو خلفية مين أبرز المحافظين اللي هيتم تغييرهم، أو إيه هي المحافظات اللي هتكون ليها أسماء محافظين جدد؟ لا يعني أعتقد بالقطع الإسكندرية والقاهرة من أوائل المحافظات التي ستكون مرشحة للتغيير، ولكن الحقيقة يقال أن الأعداد ستبقى محدودة من 5 إلى 7 وزراء تقريبا الذين سيتم تغييرهم في هذه المرحلة. كان يفترض أن يجري تعديل وزاري، ولكن جرى تأجيل التعديل الوزاري إلى بداية دور الانعقاد الثاني في أكتوبر المقبل. عدد من الوزراء أيضا في حدود 6 وزراء ربما يجري تغييرهم في دور الانعقاد الثاني. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا سيادة النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب. تزحم العشرات من النواب على الوزراء خلال تواجدهم بقاعة مجلس النواب في الجلسة الأخيرة النهاردة لدور الانعقاد الأول علشان يحصلوا على موافقتهم على عدد من الطلبات، الأمر اللي أغضب رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال، حيث طالب النواب بالجلوس في الأماكن المخصصة لهم والابتعاد عن الوزراء مهددا بإلغاء الجلسة حال عدم الاستجابة له.
حسين خاطر وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب قال إن اللجنة لن تنظم أي اجتماع لها بالمجلس خلال فترة الإجازة البرلمانية عقب فض دور الانعقاد الأول. أشار إلى إن اللجنة سوف تواصل عملها بشكل مختلف بعيدا عن الاجتماعات الدورية في البرلمان. أضاف إن اللجنة سوف تنظم العديد من الزيارات الميدانية خلال الفترة المقبلة عقب إجازة العيد على أن تشمل هذه الزيارات العديد من المناطق الحيوية المرتبطة بقطاع النقل زي السكك الحديدية والمزلقانات والموانئ وغيرها. أوضح وكيل لجنة النقل إن أي مقترح سوف يتم تقديمه من قبل الحكومة بزيادة تذاكر أسعار مترو الأنفاق سوف يتم تأجيله إلى بداية شهر أكتوبر مع دور الانعقاد الثاني، وذلك حتى يتم مناقشته ودراسته بشكل كامل من قبل لجنة النقل سواء بالموافقة على الزيادة أو تعديلها أو رفضها. سيادة النائب محمود شحاتة زايد كمان بينضم لي على التليفون عن كواليس اليوم الأخير في دور الانعقاد الأول. سيادة النائب برحب بحضرتك. أهلا بيك يا فندم، إزاي حضرتك؟ الحمد لله. إزاي يعني كان النهاردة اليوم الأخير في دور الانعقاد الأول؟ والله هو يعني كان الأمور ماشية كويس وبنناقش القرض موجه من السعودية بحدود 120 مليون جنيه لإصلاح وترميم القصر العيني. طبعا ده قرض معروض على المجلس للموافقة عليه من عدمه، تمام، فيعرض علينا قرض من السعودية المفروض احنا نوافق عليه ونشكر السعودية اللي ادتنا القرض في 5 سنين سماح والتسديد ميسر. في بعض الأعضاء بيعتبروا رواحهم دول معارضة من أجل المعارضة فقط لغير، فجي نايب قال إن أنا يعني إن القرض ده أنا يعني مش هوافق عليه، أو بمعنى آخر إن ده مش لازم وإن حاجة معينة، وفي الآخر قال جملة مثيرة أو رسالة ان تيران وصنافير دي مصرية وراح قاعد. طبعا الرسالة كون السعودية تجي لنا قرض وواحد يرد عليها يقول وده مش مجاله خالص، احنا بنناقش قرض ما بنناقش قضية صنافير وتيران، ويقول للمجلس كاملا في وش رئيس الوزراء والوزراء ان الجزيرتين دول مصريين، طبعا ده مش مجاله، بس هو طبعا بيقصد ايه؟ بيقصد رساله. الرساله اللي بيقصد بيها دي الناس اللي بتساعدنا بقول لهم لا مش تساعدونا. طبعا ده كده غلط، ناس واقفه معانا بنشكرهم تماما، ما نجيش نقول والله احنا عندنا مشكله معاكم انتوا بتدونا قرض ليه؟ هو القرض ده يعني بما معناه دي عشان تاخدوا تيران وصنافير؟ طبعا ده كلام خطير، وده ما يدلش على انتماء النايب ده لمصر. مصر احنا بنحترم مصر وبنحترم رئيس الوزراء والوزراء قاعدين في وسطينا نحترمهم، مش نقعد نهزق فيهم كل ما يجي المجموعه دي تشد على الوزراء. ليه؟ عشان ايه؟ هو احنا في صراع بين المجلس والحكومه؟ احنا كلنا راجل واحد. طيب حضرتك بتقصد طبعا بتقصد النائب هيثم الحريري مش كده؟ بالظبط كده. طيب انا عايز استاذنك لان هو معايا على الناحيه الثانيه له هو كمان حق الرد. سياده النائب برحب بحضرتك. اهلا بيك يا استاذ شريف واهلا بسياده النائب. طيب يعني في شكل من اشكال اللوم عليك لانك انا هسميها لوم لانك يعني مزجت بين القصتين، قصه تيران وصنافير وقصه القرض لموضوع المستشفى، تطوير مستشفى القصر العيني. النائب طبقا للوائح المجلس لما يقوم يتكلم من حقه يقول ما يشاء، وعشان كده النائب مع حصانه ان يقول اي اتهامات او يقول اي كلام، والنواب اللي عايزين يتكلموا يتكلموا، بس من الاعراف البرلمانيه ان مفيش نائب يوصف نائب اخر بالنائب زي ده. ده وصف لا يليق بالمجلس ولا يليق بالنائب ولا يليق بالموصوف نفسه اللي هو انا. دي حاجه. الحاجه الثانيه، اي محاوله للتشكيك في وطنيه نائب او مصري امر مرفوض اخلاقيا وسياسيا وقانونيا، لان انا كمان ممكن اثير اتهامات اقول هو كمان مش وطني ولا وطني، هذا الامر غير اخلاقي بالنسبه لي وانا ما بحبش استعمله ولا احب حد يستعمله معايا.
انا من حقي لما اطلع اقوم اتكلم اقول والله انا معترض على القرض، واقول ان احنا عندنا بدائل، واقول ان في نماذج ناجحه مصريه بتقدم علاج بالمجاني كامل زي فيروس سي وزي غير فيروس سي، وكل دي من اموال المصريين مش من قروض هتحمل الاجيال القادمه اعباء ماليه، وبالتالي انا رافض القرض. ووجهت الشكر والتحيه للمملكه العربيه السعوديه الشقيقه على الدعم مش بتاع النهارده على مدار الخمس سنين اللي فاتت، وانا كنائب عن الشعب ومن حقي ان انا اعبر عن قطاع من الشعب سواء صغير او كبير، يتراءى للبعض ان هو صغير او كبير، اؤكد موقفي من قضيه اثارت الراي العام وهي قضيه شيران وصنافير. اللي زعلان وشايف ان ده مش محله يقدر يقوم يتكلم بكل الاحترام للمجلس ولكل النواب، والله انا شايف ان ده قضيه مش في محلها او قضيه في محلها، لكن فكره ان احنا كنواب نظهر امام الشعب ان احنا بنتهم بعض او بنتحدث مع بعض بطريقه لا تليق بالنواب ولا تليق بالمكان المحترم اللي احنا واقفين فيه، ده امر المسار بالنسبه لي مرفوض. فكره الاتهام بالوطنيه وعدم الوطنيه، لا احد في مصر يملك انه يمنح صفه الوطنيه لاي احد، كلنا مصريين وكل واحد من وجهه نظره بيعبر عن وطنيته وبيتمسك بمواقف معينه، والشعب هو اللي هيحاسب. محدش في جرى المجلس هيقول ده وطني ويديله الصك والتاني ينزل عنه الوطنيه. فرق نيابه عن الاخوان لما كانوا بيكفروا يقول لك ده كافر وده مسلم. وصلت وجهه نظر حضرتك. ارجع تاني لسياده النائب محمود شحاته زايد عضو مجلس النواب. سياده النائب، يعني اذا كنت حضرتك سمعت كلام سيادة النائب هيثم الحريري، هو بيقول يعني كنائب هو له الحق أن يبدي رأيه، ومش من الأدبيات المجال إن احنا ننتقد بعض ونقول يعني إن احنا أو نشكك في بعض. أنا يعني بختصر الكلام. أنا عايز أسأله سؤال، إيه لازمة احنا بنناقش قرض نقدم السعودية، إيه لازمة إنه يخش برسالة يقول صنافير وتيران مصريه؟ ايه السبب؟ يقصد ايه؟ يقصد رساله للسعوديه انت بتدينا قرض؟ لا، بس الجزيره دي بتاعتنا، ده مش مجاله. تمام، مش مجاله يتكلم فيه. دي رسائل بتخش بتعاكس السياسه بتاعتنا مع الدول الشقيقه اللي ماشيه معانا، اللي هي بتأيدنا واللي هي بتدعمنا. انا اقول لهم متشكرين جدا على القرض ونرجو المزيد من القرض، واحنا بنشكركم لان احنا اخوات مع بعض. مفيش اروح دق. ما هو بيقول لحضرتك هو شكر برضه المملكه العربيه السعوديه. انا في ناحيه، ايه الرساله؟ انا عايز يرد عليا، ايه الرساله انه يدخل صنافير وطرائق ومش مجال؟ تمام، هو يرد على حضرتك، هو يرد على حضرتك. عارف، ثانيه واحده اتفضل. العكس، الرساله دي موجهه دي هتعمل فتن بين القياده وبين الدول اللي بتتعاون معانا، ايه لازمتها دي؟ طيب خليه هو يرد، خليه هو يرد. مره ثانيه اعتقد ان الكلمه مسجله في المضبطه، ان انا وجهت الشكر مش للسعوديه بس، لكل الدول العربيه وغير العربيه اللي وقفت جنب مصر، ومش عايز اقول ان ده حق على الدول، لكن هو في الاخر بيحصل وده يستحقوا عليه الشكر. وقلت ان انا رافض القرض ورافض ان مصر تتحمل اي قروض في حين ان احنا عندنا البديل. واذا كان سياده النائب شايف انه هذه الكلمه لما اسجل موقفي في المضبطه واقول ان تيران وصنافير مصريه هيخلي السعوديه تتراجع عن هذا القرض، انا لا يعنيني هذا القرض ولا يعنيني موقف السعوديه. انا يهمني حضرتك من حقك يعني، حضرتك من حقك يعنيك، وانا كمان من حقي لا يعنيني هذا القرض، ويعنيني ان انا اتمسك عن كل ذره، عن كل ذره تراب في مصر، عن كل ذره تراب في مصر، واقول ان مصر مش هتتباع ولا تتشرى ولا بكارد ولا بمليون كارد. حضرتك كنائب عن الشعب من حقك تقول وجهه نظرك، والناخبين بتوعك يقولوا كلامك صح او غلط، وانا من حقي كنائب برضه عن الشعب. انا وصلتني الصوره من حضراتكم، والناخبين بتوعي يقولوا كلامي صح او غلط. انا وصلتني الصوره من حضراتكم الساده النواب. بشكر حضرتك شكرا جزيلا سياده النائب محمود شحاته زايد عضو مجلس النواب، وسياده النائب هيثم الحريري. يعني وضحت الصوره هنا فيما هو متعلق بهذه الإشكالية أو المشكلة اللي حصلة في المجلس. قرض، وهذا القرض من المملكة العربية السعودية تم الاتفاق عليه أثناء زيارة عاهل المملكة العربية السعودية إلى مصر لتطوير مستشفى القصر العيني. وقضية طبعا تيران وصنافير اللي منظورة أمام المحاكم حاليا، لا يجوز لنا بأي حال من الأحوال أن احنا نتكلم على قضايا بتنظر في المحاكم وليها إشكاليات وأبعاد قانونية تحدثوا فيها خبراء. موقف، أنا بتكلم كإعلام، موقف النائب وضحه، وموقف أيضا سيادة النائب هيثم الحريري، وموقف كمان سيادة النائب محمود شحاتة زايد عضو مجلس النواب. يعني كل واحد فيهم شايف الصح والأصح، إنما هما الاتنين في النهاية وطنيين وبيحبوا مصر.
مع انتهاء دور الانعقاد التشريعي الأول لمجلس النواب وبدء دور الانعقاد الثاني، استخدم المجلس حقه الدستوري في العديد من القضايا، آخرها كان إقالة وزير التموين وكذلك قبول ترشيح الحكومة للوزير الجديد. مزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي نتابع. أداء عظيم ودور مشرف يظهر وثقة تزداد يوما بعد يوم في كلمة البرلمان المصري منذ انعقاد دورات الأولى وحتى انتهائها، دور ظهر جليا في العديد من المواقف التي تظهر لأول مرة بعد ثورة 30 من يونيو. فوفقا لنص المادة 147 من الدستور، يحق لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب الذي يحدد مصير الحكومة خلال 30 يوما على الأكثر بمنح الثقة أو بسحبها. قضايا كثيرة انتصر فيها البرلمان، منها إقالة الوزراء، فكانت إقالة الدكتور خالد حنفي وزير التموين السابق، وذلك بعد أيام قليلة من نشر نتائج لجنة تقصي الحقائق البرلمانية نتائج جولاتها بالصوامع، وشملت اتهامات مباشرة لوزير التموين، مما يعد انتصارا للمجلس التشريعي وتحقيق لجنة تقصي الحقائق البرلمانية لمهمتها في كشف فساد القمح، مؤكدين بأن هذه الاستقالة للوزير هي الخطوة الأولى ولا بد من محاسبته. أعلن وبكل المصداقية والرضا عن ترك موقعي لكي تختار الدولة من يتحمل ويكمل مسيرة العطاء والإصلاح الذي رفعت رايته قيادتنا السياسية بكل الشجاعة والإقدام. ومن ثم كان له دور في إقالة الوزراء، يظهر دوره الآن في التصديق على اختيارهم في سابقة تعد الأولى، وهذا ما يحدث الآن في الجلسة الختامية لمجلس النواب في دورة انعقاده الأولى، والتي يتم التصويت فيها على اختيار وزير التموين الجديد الذي أرسله رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب للتصويت عليه. ومن المنتظر أن يتم الإعلان عنه بعد طرحه على مجلس النواب في جلسة اليوم الثلاثاء. بعد الفاصل مكملين مع حضراتكم في عين على البرلمان فقط، ابقوا معنا. من جديد أهلا بحضراتكم. جولة ميدانية لرئيس حي المرج كانت أشبه بحملة شاملة لإزالة الإشغالات بعدة مناطق في الحي وتفتيش مفاجئ على سيارات رفع القمامة، كمان تفقد عدة شوارع للقضاء على التكدس المروري ورفع السيارات المتوقفة. كاميرا عين على البرلمان كانت موجودة في الحملة اللي نتمنى إن هي تكون موجودة على مستوى الجمهورية، بصحبة رئيس الحي وعدد كبير من الأهالي للوقوف على مشاكل حي المرج وطرق حلها، بصحبة زميلنا أحمد غني. إلى اللقاء. أهلا بكم مشاهدينا، جولتنا ما زالت مستمرة في جميع أحياء محافظات مصر. إحنا النهاردة في حي المرج، حي المرج أحد الأحياء الهامة في محافظة القاهرة، وربما بيعاني أيضا من مشكلة العشوائيات، خاصة وأنه مطل على الطريق الدائري، ومن المتعارف أن الأحياء المطلة على الطريق الدائري بتعاني من العشوائيات. هنرصد مع بعض شكاوى المواطنين، ونرصد أيضا الجهود المبذولة من قبل الحي وتعامله مع المواطنين وربما تعامله مع المشاكل. هل بالفعل هذه المجهودات بتؤتي ثمارها بالفعل، أم ما زال هناك فساد في المحليات؟ التأثير كله في ان انابيب الغاز والكلام ده اللي وصلت 60 جنيه والغلو بتاع الدنيا والسكر اللي بقى ب 8 جنيه والناس ما فيش دخل للناس. الحقيقة يعني مش مصر بس، يعني الشعب مننا كل واحد مننا لو عمل بنفسه الاول، لو انت بدأت بنفسك من بيتك مش هتنتظر الحقيقة يعمل لك حاجة. يعني انت ابدأ مثلا تنزل بالقمامة في صندوق القمامة ارميه بدل ما ترمي في الشارع، انت ممكن تسيب الصندوق وترمي في الشارع. الشوارع الجانبية فيها اهمال شوية، بس الاهمال ده بيبقى منين؟ من الناس، فاهمني؟ احنا بس عاوزين نبص للناس لنقطة بس ايه؟ يعني شغل. الشجر اللي انت شايفه ده كله بالمجهود الذاتي خلينا جنينة لا مؤاخذة،
والحته اللي عند الكشك دي كده بقى. شوف الجزئيه دي كلها لمؤاخذه رئيس الحي بتاعنا مبذل مجهود. عمرنا ما شفنا رئيس حي بينزل الساعه 12 بالليل والساعه 1 بالليل يشيل اشغالات لمؤاخذه في الكلمه نظافه عربيه زباله بتاخد الزباله 24 ساعه متواصلين بتوجيهات من رئيس الحي. الزباله مرميه في كل حته بينظفوا بس عشان انتوا جايين للتلفزيون عشان تبقى عارف يعني. سواء اذا كان الاسم تروح تشتكي مفيش بيعاملوا البني ادمين زي كاننا مش بني ادمين. علمولي على الشقق وركبوا لي استيكرات على الشقق. يا عم ده يخش له ده يخش له. فالمهم جه المهندس بعد ما كده خالص بصيته تروح رافض تاني وقال لك اردم تاني. فقلت ليه طيب؟ قال لك هو كده وشرف امي ما داخل لكم غاز. طب يا عم ليه؟ ابوس ايدك. في ناس في الناحيه التانيه في شارع اسمه شارع 30 وصورته فيديو. صورت ايه مساله عين؟ صورت هو تقريبا شكلها كده عين. مشكله المواقف العشوائيه وتعديات المحليات. يعني احنا بنتكلم النهارده في قهوه معينه ما بتتعدى الرصيف بتاعها بتاخد نص الشارع والقهوه الثانيه قصادها نفس الشيء بتاخد نص الشارع. فبتلاقي الشارع بدل ما هو معمول 10 متر 15 متر 20 متر في الاخر بيصفصف على متر او مترين. شفنا وتابعنا مع بعض شكاوى المواطنين هنا في حي المرج وردود الافعال حول الجهود المبذوله من الحي. خلونا نرحب في البدايه بالدكتور عواد احمد علي رئيس حي المرج. برحب بك يا دكتور. خلينا نستغل الموقف ده بالمناسبه ان احنا بنتكلم عن القمامه. المنظر اللي بيحصل قدامنا ده هل ده بيحصل عشان احنا متواجدين ولا ده امر طبيعي؟ المواطنين كل يوم الشارع ده بتنتشر فيه الفرق علشان تقوم بنظافته من اول الدائري لغايه نهايه حدود يمكن الحي مع الكوبري. الكوبري محور مؤسسه الذكاء الجديد لان الكوبري محور مؤسسه الذكاء الجديد ده هو بعديه بنزلته بحوالي 100 متر ده حدود حي المرج. بعديه بتبقى مجلس مدينه القصور والناحيه الثانيه حي المطر. فده طبيعي يعني بنتكلم بقى عن الشارع الرئيسي ده بس وغير الشارع الجانبيه ايه؟ لا احنا انت لو دخلت عبد الله الرفاعي بعد العصر بتلاقي فيه فرق بتكنس فيه وبتشيل. ممكن تدخله دلوقتي من غير ما تلقى فيه فرق هتلقاه الحمد لله افضل. شارع محمد نجيب احنا دلوقتي كان هو مرصوف وبعدين الغاز الطبيعي كان لازم نوافق ان الغاز الطبيعي يتم فيه فحفره فاصبح الشارع برضو حالته سيئه. احنا بدانا نرمم الجزيره الوسطى وقلنا مش هنرصف الا لما ترمم الجزيره الوسطى. بيرمموا في الجزيره الوسطى بعد ما تخلص ترميم الجزيره الوسطى هنبدا نديله الطبقه طبقه الاسفلت لانه احنا لما عملنا الاول كنا عارفين انه هيتحفر بالغاز فعملنا الطبقه الرابطه بس. جميل جدا حاسين ان في مجهود بيحصل لكن برضو الناس بتشتكي ده امر طبيعي وبالتالي بدل في ايجابيات لازم يكون في سلبيات. خلينا نتكلم عن مشكله القمامه ويمكن هي مشكله موجوده في مصر كلها وفي جميع الاحياء وفي جميع المحافظات الا وهي مشكله جمع القمامه من المنازل دي ما عادش موجوده وبالتالي دي ادت الى تواجد القمامه بشكل كبير جدا بل تلال في بعض المناطق خاصه في الشوارع الرئيسيه. انتوا بتشتغلوا ازاي على النقطه ديت هنا في الحي؟ ليه الناس برضو بتشتكي؟ احنا بنشتغل على النقطه دي. احنا عندنا متعهدين. المتعهدين للاسف ما بيقوموش بدورهم كاملا صراحه. يعني ما بيقوموش بدورهم كاملا ما بيجمعوش من كل الوحدات السكنيه وفي مشاكل معاهم كثيره. فاحنا بنضطر بالذات الشارع الرئيسيه بنعوضها بفرع الهيئه انه يتابعها. لكن احنا بنعمل لجان بدانا نتفق مع بعض الشباب ان كل شباب في منطقه يساعدونا بان يراجعوا المناطق والجمع السكني ويبلغونا ويصوروا كمان لو في سلبيات مع الجمع السكني بيصوروها. واخر حاجه كانت امبارح في نزلنا كان في لجان نازله من هيئه النظافه باعتبارها هي المتعاقده مع المتعهدين. واحنا نزلنا كان معانا اجتماع مع بعض الشباب وبعض الجمعيات الاهليه نزلناهم عليهم على اساس يتابعوا موضوع الجمع السكني
ان شاء الله. حلو ان احنا نعترف ان في اخطاء وان في سلبيات. في امر جميل. الاجراءات بقى اللي بتتخذ من رئاسه الحي عشان نحاول نحد من كل هذه المشاكل. ما احنا دلوقتي رئاسه الحي مع وحدات الرصد، احنا وحده الرصد لا تتبع الحي لكن تحت اشراف الحي، لكن هي تتبع اداره مركزيه، هي اللي بتراقب عمل المتعهدين وهي اللي بتقرر الغرامات. يعني احنا تبع الشركات مش تبع الحي؟ لا لا، دول تبع الحي. تبع الحي. دول شغالين في فرع الهيئه، شغالين فرع هيئه النظافه بالحي، شغالين في الشارع الرئيسي، في الشارع لكن الرئيسي. الشارع الجانبيه اللي هي شركات اللي المتعهدين وبعض الشوارع برضو الرئيسيه بيشتغل فيها المتعهدين، لانه تمام. بيقرر عليه غرامه لو هو ما شالش، لو هو ما شالش الزباله بنقرر عليه غرامه. تمام. غرامه على الجامعه او التراكمات. أسألك سؤال كده، خلينا نتكلم بصراحة. دايما البعض بيتحدث عن مشاكل محليات والأحياء ويقول لك دايما في فساد، دايما في مشاكل، دايما 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 دايما. خلينا نتكلم هنا الدنيا عاملة ازاي؟ لا لا، انتوا انطباعكم عن المواطنين او تعامل المواطنين معاكم ازاي؟ انا بس يعني طالما انت فتحت هذه النقطة بحب انا يعني ما تسمحش رأيي، تسمع رأي المواطنين، لكن انا احب اتكلم عن موضوع مثار في الوقت الحالي، انه في فساد في هدم قصر محمد نجيب. هدم قصر محمد نجيب الكل يعلم انه بعد الثوره في 29/6/2012، انه يمكن قبل الثوره احنا لما جينا نردم رشاح محمد نجيب او كنا بنشتغل في محمد نجيب بنعتبر عزبه زينب الوكيل دي تبع المرج، كنا بنشتغل فيها ومشروعات صرف صحه الحقيقه تنفذت فيها ومشروعات ميه، وكنا بنشتغل فيها وفيها محطه تحض القصب اتعملت ومرت منها وعملنا مشروع حكومي بتاع. في 29/6/2012 فوجئنا انه في حد بيهد في القصر. رحنا رايحين وجبنا اسم شرطة المرج وخدنا الراجل المقاول وخدنا السواق اللودا. عملنا لهم محضر 4115/6/2012 وبعتناهم للنيابة. للأسف هم طلعوا من النيابة ورجعوا تاني. طلعوا ليه؟ لأن هم واخدين رخصة هدم رقم 4/2012 من الوحدة المحلية بالألك التابعة لمجلس مدينة الخانكة التابعة لمحافظة الأليوبية. تمام. احنا عملنا مذكرة وبعتناها في ذلك الوقت لنائب رئيس هيئة قضايا الدولة علشان يرفع قضية بإلغاء الرخصة دي، وبعتنا جواب للنيابة قلنا لهم ان المكان ده يتبع حي المرج ما يتبعش الأليوبية. ليه؟ لأنه احنا خطبنا وزير الإسكان برضو بعدها وقال انه يتبع حي المرج. خطبنا الوحدة المحلية بالألج ومجلس مدينة الخانكة، يا جماعة انتوا بتهدوا في مكان مش بتاعكم، المكان ده بتاعنا احنا تبعنا. المهم هم عملوا لجنة من المساحة، جابوا المساحة عملت لجنة والمساحة قررت ان حوض التيلة رقم 21 يتبع الوحدة المحلية بالألج محافظة الأليوبية ما يتبعش حي المرج. بعتنا الكلام ده كله لنائب المحافظ، السيد نائب المحافظ بعت للسيد المحافظ، والسيد المحافظ في ذلك الوقت عرض على مجلس المحافظين. التنسيق الحضاري بعت لنا بعد جواب للسيد النائب انه فيه القصر ده اتهد عن طريق طلعت له رخصة من الأليوبية وهو موجود في نطاق محافظة القاهرة. اللجنة ديت او الجواب ده اتعرض على السيد المحافظ بالمستندات اللي قدمتها الأليوبية، وقالت فيها صراحة كده انتوا يا حي مالكوش تقولوا لي وزارة الإسكان او تقولوا اي حد، الجهة الوحيدة المنوط بيها تحديد او عمل فصل حد مساحة هي المساحة، والمساحة قالت صراحة ان حوض التيل ده يتبع الأليوبية ما يتبعش القاهرة. واحنا الإجراءات بتاعت الرخصة تمت إجراءات سليمة، لانه هم واخدين جايبين كشف عوايد مسجل فيه القصر ده انه مباع لواحد مواطن، وجايبين مستندات تؤيد الترخيص اللي هم صرفوه وتؤيد وجهة نظرهم. هو ده اللي تم في الأصل، إجراءات قانونية بشكل عام كده. أنا عايز أعرف المواطن هنا راضي عن، أنت شايف المواطن هنا راضي عن أداء الحي إزاي؟ والله انا ما اقدرش اقيم لانه انا ما بقيمش نفسي، بس الواحد بيبقى حاسس بمجهوده وحاسس بشغله وبيبقى محبوب هنا في وسط. انا ناس كتير بتقابلني، ناس كتير بتكلمني، ناس كتير بتشكرني، وناس كتير بتلوم على الحي في حاجات كتير، فما تقدرش تحدد ايه الاجرام. مشكله التعديات هنا في حي المرج، لكن احنا في حي المرج يعتبر كده ما فيش تعديات موجوده غير في شارع الترع والتوك توك. والله الباعة الجائلين والتوك توك مشكله كتير. يمكن احنا دلوقتي عملنا وحده مرور وبعت للسيد المحافظ جواب رسمي عشان
نعمل مرور، نعمل وحدة مرور في أيوة في الشارع في نهاية الشارع ده، عملنا في أرض احنا حفظنا عليها لما عملنا الكوبري وما دخلناش فيها حد خالص، المحور المحور ده المحور المرور، فمحافظين عليها دلوقتي، وطالبنا من السيد المحافظ ان يكلف المرور بان يجي يعمل وحده مرور في المركز، لانه احنا مشتركين مع مرور السلام، ومرور السلام عنده اهتمامات تانية يعني، فما بيجيش المرج غير في الزيارات الحقيقه يعني، او بعض على فترات متباعده، فاحنا بنتمنى ان يتعمل وحده مرور تساعدنا، فانه التكدس ده انت شايف الطريق فين سيابيه، لكن صدقني بعد شويه او بعد العصر بتلاقي الطريق ده مقفول من هنا ومن هنا. ده نقطة. النقطة الثانية انه بتلاقي السير عكسي، يعني عكس الاتجاه، ويمكن السيد المحافظ لما كان يعني احنا لسه بنتكلم ولسه شايفين برضو للاسف. طب ليه ما بقاش فيه فعلا رجال مرور هنا وبالتالي يعني هيكون في مخالفات؟ يعني احنا في تاكسي جاي برضو في الوش ده طريق مخالف. احنا يمكن فتحنا الشارع بعد حوالي 200 متر او 300 متر من هنا على اساس نعمل واحدة، على اساس نعمل يوتيرن الناس ما تنزلش عكسي، ما كان المكان ده واحد بيفرش فيه بالليل كده يعمل فيه اشغال ويعمل فيه مرجيحه، فاحنا فتحناه وكان مفتوح. هي في الاخر هي سلوكيات، حتى مش كنت القمامه بنتكلم برضه عن سلوكيات، ولكن احنا بنتكلم ان يكون في مجهود موجود وفي تعاون ما بين الحي وما بين المواطنين. قبل ما اختم مع حضرتك، ايه اللي عايز تقوله للمواطنين هنا وبنتكلم كرساله؟ انا دلوقتي كتعاون. انا كرساله وتعاون، احنا اتفقنا مع بعض الشباب اللي هم بيشكلوا برلمان موازي كده من الشباب الصغير، ان هم عندهم في كل مكان يحصروا لنا الشوارع اللي ما بيتزلش منها، ما المتعهد ما بياخدش منها المخلفات من البيوت، ويساعدونا. الاهالي كمان عايزينهم يساعدونا بانه لو في شارع ما بيدخلوش متعهد يحصروه ويقدموه لنا، واحنا هنخاطب الاجهزه المعنيه كلها، سواء وحده الرصد او سواء هيئه النظافه اللي تعاقدت مع المتعهدين او كده، اللي ناخد اجراءات ضد المتعهد المتقاعس بصفه كامله، لكن الكمال لله وحده. ده اللي نتمناه. اخر حاجه، التعاون ما بينكم او التنسيق ما بينكم وما بين النواب هنا في الدائره. والله بص، احنا ما فيش بيننا وبين النواب غير كل تعاون، كل تنسيق. يؤتي ثماره هذا التعاون. لا لا، ما فيش عناوين. في احيانا بيحصل اختلاف وجهات النظر بتستغل، بانه يعني انا بتمنى انه احنا التعاون يكون قائم بيننا، لكن انا ما شافش في بيننا اختلافات جوهريه او في حاجه جوهريه، لكن الاختلاف بيبقي في وجهات النظر، كل واحد له وجهه نظر، احنا لنا وجهه نظر، ربما احد النواب له وجهه نظر ثانيه. احنا بنقول احنا لو احنا عندنا تقصير او فساد، في اجهزه كامله بتراقب عملنا يوميا يتقدم لها هذا الموضوع وهي اللي تقرر، في اجهزه النيابه والديات القضاء هي اللي تقول انه كنا احنا مخطئين او مش مخطئين، ده احنا ما بنعاودش، لكن احنا عايزين نتعاون مع الجميع اللي فيه صالح المواطن. شكرا ليك دكتور. شكرا يا دكتور. اذا مشاهدينا، يمكن زي ما احنا شايفين ربما هو الامر متوقف، ليس متوقف فقط على جهود الجهات المعنيه او المسؤولين، ولكن احنا بنتكلم عن سلوكيات مواطنين. زي ما احنا شايفين الشارع ده اتجاه، وبالفعل بيجي برضو في مخالف، العربيات بتيجي مخالف، وشايفين المجهود اللي بيتم بذله على ارض الواقع، سواء بقى من انتشار القمامه او من جهود لتفادي الازدحام المروري. عموما احنا في النهايه بنشكركم، وزي ما تابعنا رئيس حي المارج والجهود المبذوله من خلال الفتره اللي فاتت، سواء في القمامه سواء في الشارع الرئيسي، وبيتكلم كمان عن الشارع الجانبيه وان كانت ليس اختصاصه، وكان في شركات متعهده، وهو معترف بالتقصير ومعترف ان هناك تقصير، ده امر ايجابي، ولكن عشان يكتمل هذا الامر لابد من اتخاذ الاجراءات اللازمه لتفادي كل هذه المشاكل، وبالتالي تلبيه احتياجات المواطنين هنا في حي المرج. دي كانت جولتنا هنا في حي المرج، ورصدنا معاكم شكاوى المواطنين وايضا الجهود المبذوله من حي المرج، وربما ايضا العقبات اللي هو بيتكلم عنها، بيتكلم عن ان هو بيتحرك في الاطار المحدود. عموما احنا بنتمنى ان يكون التوفيق، طبعا بنتمنى التوفيق للجميع، وبنتمنى ان يكون في تعاون ما بين المواطنين وما بين الجهات التنفيذيه او الجهات المعنيه بحي المرج. شكرا لكم مشاهدينا، والى اللقاء.